هلا اول شيء اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا بلوكيشن عزك يا شام. هلا المسلسل بتعرف بيحكي عن حلقات متقطعه، كل حلقه قصه باستمراريه بعض الشخصيات الاساسيه اللي هن ثلاث او اربع شخصيات، وباقي العمل فيه ضيوف. انا عندي حلقه هن بنتين اخوات ما تجوزون لا لسبب من الاسباب، هن عندهم شويه غرور وعندهم احساس انه هن رح يجيهم يعني شهبندر تجار، فما زبطت. فبيبلشوا ابدا يدوروا على عريس، مثل ما بيقولوا بالشام بيقولوا دب، يعني طبعا انه اي شيء اي جوازه اي قصه. طبعا كل وحده فينا عامله، طبعا انا شاركني البطوله الفنانه جيني اسبير، كل وحده عامله كاركتر هيك ما بيشبه الاخر، في هيك في شيء هيك لذيذ، في شيء طبيعي بالعمل، في شيء بيور وقريب من القلب، يعني ما له صادم. وقصصه ناعمه بسيطه، في نجوم كثير، ناس بنحبهم وناس بتحبهم يمكن، فان شاء الله هيك ينال اعجابكم. هلا بالنسبه للبيئه الشاميه، يعني نحن عندنا علامه تجاريه كبيره يجب ان نستغلها يمكن، فما شاء الله استغليناها وكترنا. فانه حلو انه هلا نحن عم نحكي عن شيء بيئه شاميه بس بطابع كوميدي شوي، يعني يكون خفيف ما فيه هداك التعصب والصعوبه. ملت الناس وهذا الزمن ما عاد زمن الانتظار، يعني انه الواحد يقعد ينطر يستنى حلقه مسلسل، يمكن لاسباب الحياه الصعبه لاسباب كثيره اكثرنا ما عنده وقت انه يقعد ويستنى. فانا مع انه نقدم لوحه او حلقه تكمل الفكره، تعطينا الفكره كامله وبنستمتع فيها سواء كانت ايا كان نوعها وبوقت قصير. السنه عندي، لا الصراحه لسه ما بلشت بشيء، بس عندي عمل لسه ما انعرض يلي هو دوار شمالي انتاج تلفزيون ابو ظبي، فلسه لهلا ما انعرض، نحن ناطرينه ينعرض لانه العمل كثير مهم وحلو، وانا عامله دور يعني بيهمني انه يكون موجود السنه.